اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده. حلقتنا النهارده من دوري ابطال اوروبا قبل لقاء ريال مدريد وتشيلسي في الدور قبل النهائي اللي هيتلعب في اسبانيا، لقاء مهم جدا. حلقه النهارده هنتكلم فيها عن اسلوب وخطه لعب كل فريق المتوقعه، ثغرات كل فريق، ايجابيات كل فريق، ومفاتيح لعب ريال مدريد وتشيلسي. قبل ما نبدا في تفاصيل الحلقه اتمنى انكم تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب للقناه. دعمكم باللايك بيفرق كتير جدا في نشر المحتوى، فما تبخلوش علينا. بغض النظر عن نتيجه ريال مدريد في الجوله الاخيره اللي سبقت لقاء ريال مدريد وتشيلسي وتعادلوا مع ريال بيتيس بدون اهداف واقتراب برشلونه وتاخر اتلتيكو مدريد في الدوري الاسباني، ننسى كل احداث الدوري الاسباني ونحطها على جنب. ريال مدريد مع زيدان في بطوله دوري ابطال اوروبا لو بيلعب بسكواد مدرسه ثانويه، فريال مدريد مرشح اول للمرور من تشيلسي والوصول للنهائي. على الناحية التانية، المدرسة الألمانية العنيدة واللي بتصمم على سيستم وطريقة لعب وأسلوب واحد بتعتمده في كل لقاء بدون أي مرونة أو تغيير في الشكل، تخل داخل لقاء ريال مدريد وقدامه حاجتين: إما المجازفة والبدء بتشكيل ممكن يكون فيه لعب عن اللقاء الأخير، أو اللعب بواقعية وتحقيق فوز أو نتيجة إيجابية في أسبانيا. وأعتقد بنسبة 90% أن العقلية الألمانية في الوقت دوت هتميل أكتر أن هي تثبت تشكيلتها وما تحاولش أن هي تميل أكتر للمجازفة كما هو المعتاد في الشخصية الألمانية. قبل ما نبدأ في التفاصيل ونتكلم عن خطة اللعب وأسلوب اللعب المتبع من كل فريق، عايز أمنشن حاجة بسيطة. تخل لو دخل بقلب مفتوح وبصدر عالي بالسيفة بلمبة، إيه ده؟ ده طلع سيف بلمبة صح؟ ولو دخل بالسيفة بلمبة وبقلب مفتوح وبصدر مفتوح على زين الدين زيدان الواقعي جدا في المباريات الكبيرة وخصوصا في دوري أبطال أوروبا، فتخل هيزعل جامد. اولا نبدا مع فريق زي تشيلسي. تشيلسي عايز ايه من المباراه، او توماس توخيل عايز ايه من المباراه؟ هل هو هيجازف فيغير من شكل واسلوب لعب الفريق بتغييره عنصر مهم في نص الملعب والبدء بكوفازيتش على حساب كانتي مسمار ودبابه في نص الملعب كساحه الالغام للخصوم مع تشيلسي، ولا هيلعب بواقعيه غير معتاده من العقليه الالمانيه وهنشوفه كانتي بيلعب جنب جورجينيو؟ أنا زي ما قلت في بداية الحلقة، هو هيميل للواقعية وهيعتمد كانتي وجورجينيو في نص الملعب بحيث إن هو يلعب لقاء واقعي أكتر من مجازفة على أرض ريال مدريد في أسبانيا. ممكن اللقاء دوت يكون واقعي، وهناك في إنجلترا ممكن يجازف مجازفة مطلوبة في اللقاءات اللي زي كده. أولاً ايه النتيجة او ايه خطة اللعب وطريقة اللعب اللي هيعتمدها توخيل؟ توخيل هيعتمد طريقته المعتادة 3-4-2-1 او 3-4-1-2، واقرب للشكل هي 3-4-2-1 بسبب ان في متغيرات حصلت في الثلث الهجومي، وممكن نشوفه تغيير في راس الحربة الصريح. لكن هنرجع تاني زي ما قلنا، المدرسة الألمانية بتميل اكتر ان هي تبقى جامدة شوية، ما بتغيرش في تفاصيل كتير وبتثبت على نفس طريقة اللعب. فأتوقع إن الخطأ الأول اللي هيرتكبه توماس توخيل هو في خط الهجوم. نيجي لخطة اللعب 3-4-2-1 في حراسة المرمى. لا غنى عن عمود السواري، السد العالي الإنجليزي، الراجل السنغالي اللي طوله 3-4-5-6 أمتار ومالك جون بدراعاته، مندي. مندي من ساعة وصوله لتشيلسي وكل مدربي تشيلسي مقتنعين بيه بسبب أداء الحارس السنغالي الأول، أداء مميز جدا وجيد جدا بغض النظر عن أداء الحارس الأسباني، نشيلوه على جنب. ثلاثي في خط الظهر روديجارد طبعا المربوش على رأي أبو حنين، هو مدافع متهور في بعض الأحيان لكن عنده السرعة وعنده القوة وعنده تسديداته وطلعاته في الكرات الثابتة والزيادات العددية اللي مش هنشوفها كتير. زيادات عددية في ماتش زي كده من واحد من ثلاثي خط الظهر مستحيل نشوفوها. تياجو سيلفا هيبقى قلب الدفاع، وعلى يمينه هيبقى متواجد كريستينسن زي ما حصل في لقاء ويست هام الأخير في الدوري. الرباعي اللي في نص الملعب في اتنين هيبقوا متواجدين على منطقة نص الملعب، جورجينيو وكانتي.
مش هيبدأ بكوفازيتش، ولو بدأ بكوفازيتش هتكون جريمة في حق تشيلسي على أرض أسبانية قصاد ريال مدريد، لأن ريال مدريد عنده نص ملعب يقدر يتحكم في الكرة الأرضية مش في نص ملعب تشيلسي، فلازم لعيب يتحكم في الريتم زي جورجينيو يبطأ أو يسرع من الريتم، لعيب عنده كرة نظيفة يقدر يبني لعبه ويحرك، يقدر يخلق منظومة الاستحواذ اللي تشيلسي مطالب إن هو يعملها قصاد ريال مدريد، ومن غير ما يعملها ريال مدريد هيدي لتشيلسي الاستحواذ بنسبة 1000000%. وافتكروا الكلمة ديت، زيدان مش هيجازف في اسبانيا قصاد تشيلسي بالسكواد الحالي، وهيباغت تخل بطريقة الدفاع المنخفض ويلعب على المرتدات، ده في اعتقادي. على الناحية التانية على شمال جورجينيو، لازم ولا بد البدء بكانتي إذا كنت تريد كرة واقعية وفوز أو نتيجة إيجابية على ريال مدريد في أسبانيا، فلازم مسمار نص الملعب كانتي يكون متواجد. لاعب مش عنده 2 رئة زي أي بني آدم طبيعي، ده لاعب عنده 3 رئات. لاعب شبه السمك يقدر يتنفس تحت المية، لو طلعته من المية هيقدر يتنفس لأن هو بني آدم عادي. فأنت لو حطيت تشيلسي تحت الضغط، كانت هيبقى موجود، كانت هيقدر يستخلص لك الكرات من مهاجمي الخصوم، كانت هيقدر يستخلص ويبني لعب، وخصوصا ان جنبه واحد زي جورجينيو، فلا غنى عن كانتي وجورجينيو في نص ملعب تشيلسي. لو حصل غير كده فتوخيل بينتقم من نفسه وبيسلم رقبته لزين الدين زيدان. على شمال كانتي هيبقى متواجد واحد من اللعيبه الثابتين ومستواهم مرتفع جدا وكل جمهور تشيلسي بيحب يشوفه، وهو تشيلويل. ليه مش هيبدأ بألونسو هيبدأ بتشيلول؟ أولا تشيلول بيقدر يقوم بالمهام الهجومية ممتاز جدا، وبيقدر يرجع يرتد يبقى قلب دفاع جنب روديجر وتياجو سيلفا وكريستينسن في حالة إن الفريق هيتحول من طريقة اللعب 3 4 2 1 ل 4 4 2، وبالتالي الراجل هيفيدك في الحتة ديت، وخصوصا إن ريال مدريد رجع له عنصر مهم في الناحية ديت وهو داني كارفاخال، فمهم جدا ان هو يبدا بتشيلويل. ممكن يبدا بالونسو، ممكن، وخصوصا ان الونسو كان في فتره بعيد من اللعب والمشاركه، وفجاه لقيناه بيلعب قصاد اتلتيكو مدريد في اسبانيا. ممكن عشان عامل اللغه، ممكن عشان اللاعب عنده الفكر والعقليه الاسبانيه اللي تقدر تواجه فريق زي اتلتيكو مدريد، لكن ما اعتقدش ان اللقاء مهم زي دوت هيدفع بالونسو، وخصوصا ان الونسو مميز هجوميا لكن دفاعيا مش هتلاقيه، وهو توخيل مطالب ان هو يلعب ويوازن ما بين الدفاع والهجوم، وخصوصا ان ريال مدريد زي ما قلنا هيلعب بدفاع منخفض او ضغط متوسط. فكرة ان انت تضرب ريال مدريد بهجمات مرتدة او الكلام ده كله مش هيتيح لك زيدان مساحات ان انت تضربه بالمرتدات، وعشان كده مهم جدا تواجد تشيلول بيجيد النواحي الدفاعية والنواحي الهجومية. على الناحية اليمين، الناحية العكسية، هيرتكب غلطة تانية لو بدأ بأسبليكويتا، لازم تبدأ بريس جيمس. ليه ريس جيمس؟ ريس جيمس أولا هو ظهير شاب إنجليزي، الراجل عنده 21 سنة، مميز جدا برجليه الاتنين، الراجل عنده سرعة في انطلاقاته الهجومية، والحتة ديت مطالب تشيلسي إن هو يستغلها، وخصوصا مع غياب مندي وعدم البدء بمارسيلو، واللي هيلعب عليه هو ناتشو، وناتشو هيبقى ثابت في مكانه طول ال 90 دقيقة أو أغلب دقايق اللعب، هيبقى ناتشو في الحالة الدفاعية وهو اللي مستقبل لعب من ريس جيمس. ليه مش اسبليكويتا؟ اسبليكويتا الراجل بيزيد كويس، الراجل بيرفع كروكسات كويس، لكن ما عندوش المهارة، ما عندوش فكرة ان هو يقطم لداخل الملعب وعمق الملعب يستقبل الكرات المرتدة من مدافعي الخصوم ويسدد قذائف برجله، ما عندوش النقطة ديت، وعشان كده ريس جيمس لازم يبدأ. اتنين قدام الرباعي دوت لا غنى عنهم، واحد هو مؤسس علم الفضاء على ارض الملاعب الانجليزيه، راجل فضائي زي ما ميسي موجود في اسبانيا فضائي، فهو واحد من طينه اللعيبه الفضائيين، وهو ميسون ماونت. ميسون ماونت راجل اكتشفه لامبارد، جابه من ديربي كاونتي، الراجل عمل موسم هايل جدا مع لامبارد، الا انه في بعض اللقاءات لامبارد كان بيفضل ان هو يريحه على الدكه ويبدا بحد على حسابه ولو يكن بوليسيتش، لكن الحقيقه ان ماونت مميز جدا، الراجل بيقدر يقوم بادوار هجوميه كبيره جدا، الراجل بيقدر يحول الملعب اسرع من البرق من خلال تمريراته المظبوطه القطريه او بعرض الملعب او حتى الطويله والعابره للقارات،
رجله مظبوطة على الملعب، محتاج بس المهاجم اللي يقراه أو يبقى جنبه واحد فاهمه، واحد يقدر يستوعب الفكر بتاع الراجل الفضائي دوت. الراجل بيقوم بأدواره الدفاعية لما بيتحول تشيلسي للحالة الدفاعية وبتتحول للأربعة خمسة واحد، وهو المسؤول بقى عن تحويل الكرة. لا تقول لي جورجينيو، جورجينيو مسؤول عن الريتم، مسؤول عن بناء اللعب ممكن، لكن ميسون ماونت مسؤول عن كل العمليات الخطيرة التي سيقوم بها تشيلسي في لقاء ريال مدريد. ليه؟ لأنه مميز جدا، لاعب ذكي بيقدر يجيد التمرير من غير ما يبص، بيقدر يباصي بوساطة سحرية زي ما قلنا فضائي من طينة لعيبة زي ميسي، وبالتالي تواجده مهم جدا. التواجد اللي جنبه لازم حكيم زياش مش بوليزيتش، لازم حكيم زياش بالرغم من ان بوليزيتش هو اللي بدأ لقاء وست هام الاخير، لكن حكيم زياش لاعب من نفس طريقة لعب ميزون ماونت. الرجل بيقدر يقوم بالتمريرات الكترية او العرضيات الكترية على البعيدة، يقدر يدخل لعمق الملعب ويلعب العرضية اللي بره، او حتى يستقبل الكرات العكسية اللي مميز فيها تشيلسي واللي هيلعب عليها. افتكروا النقطة دي، تشيلسي بنسبة كبيرة هتكون اهم سلاحه العرضيات، اما العرضيات الارضية خارج منطقة الجزاء او العرضيات برجل عكسية زي ما زياش كان بيعملها مع اياكس امستردام، ودوت بيسهل الحركة على المهاجم ويصعبها على المدافعين وحارس المرمى. مهاجم صريح، لو جينا نقول مين هو اللي توخيل مقتنع فيه مليون في المية، فهو استاذ تامر تيمو فيرنر. تيمو فيرنر بنسبة 150% هو الاساسي، وديت نقطة تالتة وخطأ تالت ممكن يقع فيه. فالخطأ الأول هو البدء بأسبليكويتا، الخطأ الثاني لو بدأ ببوليسيتش على حساب لو بدأ ببوليسيتش على حساب حكيم زياش، الخطأ الثالث لو بدأ بكوفازيتش على حساب كانتي، والخطأ الرابع اللي بنتكلم فيه دلوقتي هو لو بدأ بتيمو فيرنر وما أسعفوش الحظ إن هو يحرز اهداف او يحول الكرات الخطيره اللي هتوصل له الاهداف، لان عارفين تيمو فيرنر، تيمو فيرنر بيوصل له في اللقاء الواحد 9999 فرصه محققه للتهديف، بيجيب كام جون؟ لا هو بيستنى الكره ال 10000 عشان يحرز منها هدف. فلازم دخل يحط في دماغه ان البدء بتيمو فيرنر هيكون نقطه ايجابيه في صالح ريال مدريد ونقطه سلبيه في صالح تشيلسي. تشيلسي هيبدا اللقاء ناقص لاعب وهو تيمو فيرنر، لان انا متاكد 150% زي ما قلت ان استاذ تامر هيبدا اللقاء اساسي وحصر على كل مشجعي تشيلسي. لو جينا نتكلم على ثغرات فريق تشيلسي قبل ما نبدا في ريال مدريد عشان نخلص فريق فريق. ثغرات فريق تشيلسي هي تهور مدافعين. الثلاثي بتاع الخط الامامي او حتى الاحتياطيين هما لعيبه متهوره من العيار الاول، لعيبه سفاحه في التلت الدفاعي، سفاحين مع المهاجمين، ودوت يعكس لك ليه هو فضل يبدا بكورت زوما في لقاء زي لقاء اتلتيكو مدريد في اسبانيا. الراجل على فكره ما لعبش لقاء العوده عشان تخل شكله استكشف ان هو عنده نوع من انواع المرض النفسي اللي عند السفاحين، فاركن انت على جنب كده، احنا عايزين ماتش في الهادي يخلص هادي هادي عشان معلم سواريز ما يقومش يعضعض في خط دفاعنا. لكن في المجمل مدافعي تشيلسي متهورين. اذا كان روديجارد اللي بيتهور في الحالات الخروج من مناطقه وفكره ان هو ياخد الكوره وماشي في نور الله، ماشي بقول يا رب، ياخد الكوره ويمشي في غط العمده ولا حد بيقول له انت رايح فين، ديت هتترك مساحات وراه، وخصوصا ان تشيلسي بيلعب بثلاثي خط دفاع. على الناحيه الثانيه كريستينسن ما عندوش السرعه، لكن لعيب بيقدر يقوم بامور تكتيكيه مميزه جدا في نص الملعب من خلال النزول لنص الملعب في حاله الضغط عشان يستلم الكوره، او حتى ان هو يفتح مع روديجر، لكن يظل كريستينسن متهور. اهم لاعب في المنظومه الدفاعيه بتاعه تشيلسي هو تياجو سيلفا. الراجل هادي، الراجل بيبان في الماتشات الكبيره، جرينتا راجل فظيع على مستوى الدفاعي، واحد من افضل المدافعين اللي ضيعوا ثلاث ارباع عمرهم في دوري الفلاحين الدوري الفرنسي، لكنه يظل مدافع متهور. وبالتالي اول ثغره ممكن يدخل منها ريال مدريد هو الدفاع المتهور من مدافعي تشيلسي من خلال تواجد بقى لعيبه خبرات في ريال مدريد ولعيبه مستفزه بالمعنى الحرفي.
فكرة ان انت تلعب قصاد بنزيما، بنزيما مش لاعب مستفز زي كارفاخال، لكنه لاعب هيعرف يستفزك بطريقته. واحد زي صايع زي فينيسيوس من حوالي البرازيل هيستفزك لو بدأ. فعندك مجموعة من لعيبة هتستفزك، واحد زي كاسيميرو، مودريتش بمهارته هيستفزوك وهيقودوك ان انت ترتكب خطأ او اخطاء في مناطق خطيرة، ودوت اول ثغرة في دفاعات تشيلسي. الثغرة التانية اتكلمنا عليها خلال الحلقة وهي الدفاع المتقدم. تشيلسي بيلعب بالثلاثة قلوب دفاع 3-4-2-1، بيعتمد في اغلب الفترات على دفاع متقدم او دفاع متوسط وضغط متوسط من نص ملعبه، وخروج خط دفاعه خارج مناطق الجزاء بمساحة كويسة تسمح لأظهرة أو لأجنحة الخصوم، وخصوصا لو سريعة، إن هي تنطلق في خط الظهر. لكن النقطة دي بيغطيها صراعات روديجارد، أو على الناحية التانية تغطيات أسبليكويتا لما يكون متواجد. لكن يظل ثغرة من ثغرات تشيلسي هي الدفاع المتقدم، المساحات في ظهر الأظهرة. وديت نقطة مبنية على النقطة اللي قبلها أو الثغرة اللي قبلها، وهي فكرة الدفاع المتقدم. فكرة الدفاع المتقدم بتلعب بثلاثي، فلما الثلاثي دوت بيكون متقدم الرباعي في نص الملعب بيبقى فلات، فبيسيب مساحات وراه لو بطأ أو لو اتأخر في الارتداد الدفاعي فيمتو ثانية. وديت نقطة مش موجودة عند تشيلسي، لأن تشيلسي لاعبيه كلهم منظمين جدا في الحالة الدفاعية وعندهم ارتداد دفاعي مميز جدا. إيجابيات فريق تشيلسي، تشيلسي عنده مجموعة من الإيجابيات مش موجودة في ريال مدريد، أو موجودة لكن بصورة وبشكل تاني لما نيجي لريال مدريد هنتكلم عليها. أولا تشيلسي عنده دكة مدججة بالعناصر القوية، أي عنصر فيهم هينزل هيصنع الفارق. الونسو في الناحيه الشمال، اسبليكويتا لو ما بداش، عندك هودسون اودوي لو ما بداش، بوليسيتش بابا امريكا، عندك ابراهام في الثلث الهجومي يقدر يفيدك جدا لو لعبت الكرات المباشره في حاله ان زيدان بدا يلعب دفاع متقدم او خط دفاع مرتفع، وبالتالي هيسيب فراغات، فانت محتاج لاعب محطه تبني عليه، وابراهام هو مهاجم مميز بالاضافه للكرات العرضيه اللي انت بدأت بابراهام ما بدأتش بابراهام هتكون سلاحك لضرب فريق ريال مدريد. تاني نقطة، اللعيبة ديت عندها الرغبة. أي لاعب من دول هتبص عليه هتلاقي هو وبيلعب من بعد تغيير لامبرد عنده الرغبة إن هو يفرض نفسه على التشكيلة ويفرض نفسه ويقول أنا هو لتوخيل. أولهم ميسون ماونت، تانيهم حكيم زياش اللي مش أخد فرصة كبيرة، بوليسيتش على الدكة، حتى تيمو فيرنر اللي أداؤه متراجع يقدر ان هو يكون عنده رغبه كبيره ويقدر يصنع الفارق، وان كنت اشك في دوت. ثالث نقطه من الايجابيات هي الكرات المرتده، في حاله ان ريال مدريد لعب دفاع متقدم او لعب على الضغط العالي، فبالتالي هيسيب مساحات يقدر تشيلسي يستغلها بسبب تواجد ميسون ماونت وتواجد جورجينيو وتواجد لعيب زي تشيلويل ما ننساهوش عند وحكيم زياش. الاربع لعيبه عندهم امكانيات عاليه في التمرير الطولي والقطري والمباشر والقصير بسرعه وبدقه متناهيه، وبالتالي ديت واحده من ايجابيات فرقه تشيلسي. النقطه الرابعه اتكلمنا عليها وهي التنظيم والارتداد الدفاعي السريع لفرقه تشيلسي. تشيلسي مع توخيل مش بس منظمين، ده هم ملتزمين لأقصى درجة تكتيكيا. الفريق نادرا لما بيعمل هفوة تكتيكية، وديت بتبين لك ان الألمان عقلية تهتم بكل التفاصيل. تشيلسي كده هو خلصنا كل حاجة بخصوص تشيلسي باستثناء مفاتيح اللعبة هنيجي ليها بعد ما نتكلم عن ريال مدريد. ريال مدريد مع زيدان، يعني الحلقة طويلة انا معلش انا اسف. ريال مدريد مع زيدان لو دخل بالمدرسة الثانوية الصناعية الموجودة في سانتياغو أو في عاصمة أسبانيا مدريد، فهو مرشح أساسي إن هو يكون متواجد في الأدوار النهائية. وخير دليل على كده سكواد ريال مدريد الحالي بدون دكة، دكة تعتبر مش مدرسة ثانوية، دي مدرسة هربانين من الروضة، هربانين من الحضانة وجايين على دكة ريال مدريد مع بعض العميلة بقى اللي كانوا بيمروا من على البرنابيو يبيعوا لب يبيعوا ترمس. زيدان يشوفهم، تعالى حبيبي ليك في الكورة، عندك أساسيات، تعرف تبص، تعرف تلعب قوي، تعالى احنا محتاجينك دكة عشان الفريق عندي مصاب، حتى الفريق التاني برضك مصاب، وبالتالي زيدان مرشح بقوة.
ليه زيدان مرشح بقوه؟ هل هو مرشح بقوه مثلا عشان عنده مجموعه من اللاعبين الواو، ولا هو مرشح بقوه عشان ديت لعبته، ولا زي ما الناس بتقول هو كان محظوظ وسبحت زيدان والكلام ده كله؟ اولا زيدان واحد من افضل مدربي العالم، شاء من شاء وابى من ابى. مرغم اخاك لا بطل، النهارده هو هيدخل بتشكيله مرغم اخاك لا بطل، يعني ما عندوش اختيارات، لكن زيدان بيقدر من العجينه اللي معاه يعمل اي حاجه هو عايزها، يقدر يعمل لك بيتزا من العجينه ديت، ويقدر يعمل لك فطير باللحمه المفرومه. هي في ساعه فطار، وممكن تسمعوا الفيديو دوت بعد الفطار، فصوما مقبولا وافطارا شهيا، لكن عجينه زيدان طعمها مختلف، شكلها في ارض الملعب هيبقى مختلف للتنظيم التكتيكي الممتاز من كل لاعبي ريال مدريد، بغض النظر عن الثغرات اللي هنتكلم عليها. ريال مدريد هيلعب واقعي، وزيدان في المباريات الكبيره دوري ابطال او دوري او كاس واقعي لاقصى الدرجات، وخصوصا ان السكواد بتاعه ما يسمحلوش ان هو يتخطى نقطه معينه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو جينا بصينا لماتش برشلونه اللي برشلونه كان افضل فيه في الشوط الثاني، وكان هو الاقرب لتحقيق الثلاث نقط على الاقل تقدير نقطه واحده، ريال مدريد قطر يقتله في 45 دقيقه، او بمعنى اصح في 30 دقيقه من خلال كورتين. ازاي دوت حصل؟ وليه ده حصل؟ عشان حاجه واحده، زيدان ذكي والراجل ما جازفش ولعب واقعيه، كره واقعيه، تشكيل واقعي بدون تحوير بدون تقليب بدون فلسفه قروية. فاحنا قدام زيدان، زيدان هيبدا بال 4-3-3، حراسة المرمى كورتوا لا غنى عنه، رباعي في خط الظهر عودة داني كارفاخال عنصر ومفتاح مهم جدا من مفاتيح لعب ريال مدريد. الراجل بيقدر يزيد في النواحي الهجومية، الراجل نفس قدرات ريس جيمس مع اختلاف الخبرات والشخصية المتواجدة في كارفاخال، الراجل يقدر يزيد في النواحي الهجومية، مش بس يزيد على الخط، ده يقدر يدخل لعمق الملعب وعنده تسديدات صاروخية وعرضيات سم. على الناحية العكسية هيبقى متواجد ناتشو. ناتشو لعب واحدة من أفضل لقاءاته الموسم دوت بعد إصابة راموس، وهو لقاء اللي اتلعب في إيطاليا قصاد أتلانتا. الراجل كان بيزيد من النواحي الهجومية للنواحي، من النواحي الدفاعية بتاعت ريال مدريد للنواحي الهجومية بتاعت أتلانتا، بطريقة خلت مدافعي أتلانتا مع جاسبريني يتجنوا ويشدوا في شعورهم. ازاي اللاعب بقيمة ناتشو كان مركون على الدكة، وينزل فجأة يلعب ظهير، ونلاقيه فجأة بوكس تو بوكس، راجل مش بوكس تو بوكس بقى وسط ملعب 8، ده بوكس تو بوكس ظهير لجناح، وبيدخل وبيرقص وبيلم وبيشوط. ناتشو الماتش دوت ما عندوش الرفاهيه ولا المرونه ان هو يتحرك من الناحيه ديت، وعشان كده اللي هيكون عليه ضغط اكتر في الحاله الهجوميه هو كارفاخال من حيث الزياده العدديه وتواجد ثلاثي في خط الظهر، بالاضافه لناتشو هيتواجد الباي دفاع فاران وميليتاو، قدامهم ثلاثي دفاعي، ثلاثي في نص الملعب لا غنى عنه، واحد من اكتر ويعني وسط ملعب يقدر مش يقدر يتحكم في رتم المباراه، مش يقدر يتحكم في وسط ملعب المباراه، زي ما قلنا ده يقدر يتحكم في الكره الارضيه، ده يقدر يتحكم في الميه والنور والزراعه والاقتصاد وعلم الفلك وعلم الفضاء على ارض الملعب خلال 90 دقيقه، ولو استمر لقاء العوده ل 120 دقيقه او حتى للسنه الجايه، هو ثلاثي وسط ملعب قادر على تحقيق المطلوب وتحجيم الخصم. مين بقى؟ كاسيميرو، راجل نص ملعب مدافع مطالب منه ان هو يقوم بادوار دفاعيه، على يمينه مودريتش، رسام ابو تريكه قالها، لو عندك حاجه في عينك وعايز تروح لدكتور مش لازم تروح لدكتور عيون، انت تتفرج على مودريتش وتغسل عينك. لخص كل الكلام، كروس هو مثال واضح وصريح على الالماني الملتزم المصمم المجتهد، لكن بدون ما يبذل اي مجهود يذكر، بدون نقطه على، بيشغل دوت خلاص، اعرف ان كروس في يومه. كروس لو في يومه هيقدر يقوم بجبهه قويه جدا، وخصوصا ان الجبهه ديت هيكون متواجد فيها فينيسيوس في الخط الامامي مع تراجع ناتشو، وبالتالي هيقدر كروس ان هو يزيد في النواحي الهجوميه، لانه عارف لو زاد ناتشو موجود ومطالب ان هو يقوم بالادوار الدفاعيه بتاعه كروس في نص الملعب في حاله الهجمات العكسيه.
ثلاثي في الخط الامامي كريم بنزيما لا غنى عنه، بيقدم واحد من اجمل مواسم الموسم دوت مع ريال مدريد استمرارا للموسم الخيالي الموسم اللي فات ب 21 هدف. الراجل مش بس بيجيب اهداف، ده بيصنع اهداف لزمايله. الراجل متحرك في كل حته، الراجل مش بس راس حربه صريح، ده ممكن يبقى شادو سترايكر، ممكن يبقى مهاجم وهمي، ودوت توخيل اكيد حطه في حسبانه. الاجنحه النهارده هيبقى ريال مدريد بيعتمد على 2 اجنحه اساسيين، فينيسيوس واسينسيو، مرغم اخاك لبطل. يعني انت ما عندكش ميسي على الدكه ولا اسكو في حالته عشان تقدر تطور او تبقى عندك المرونه التكتيكيه والخططيه ان انت تغير من الرسمه 4 3 3 لل 4 2 3 1، ولا هازار يقدر يديلك 90 دقيقه لسه راجع من الاصابه. وعشان كده لو المفاجاه حصلت من زيدان وديت مش متوقعها، فهيكون هازار او اسكو هو اللي هيبداوا اللقاء على حساب اسينسيو بالتحديد. طيب الثغرات المتواجده عند ريال مدريد او عند منظومه زيدان، زيدان عنده 3 ثغرات قويه بالرغم من التنظيم التكتيكي المميز، وهو المساحات خلف الظهرين. داني خرفخال اتكلمنا ان هو راجل بينطلق كتير في الشق الهجومي، لكن في نفس الوقت في الهجمات العكسيه معتمد اعتماد كلي ان اللي هيغطي عليه في وقت من الاوقات كان بيبقى فاران. فاران هيبقى موجود جنبه ميليتاو او حد بالنص الملعب زي كاسيميرو يغطي ويشيل وراه، او حتى فاسكيز قبل الاصابه كان ممكن يقوم بالعمليه ديت، يعمل حركه تدوير مثلا ان كارفاخال لما يطلع هو يميل شويه لورا بحيث ان هو يامن الناحيه العكسيه. على الناحيه الثانيه ناتشو لو خرج للنواحي الهجوميه فهيكون ريال مدريد مهدد باستقبال اهداف من خلال الجبهه ديت. 2 تنوع مهاجمين في اضاعه الفرص، وطبعا دوت بختم فينيسيوس جونيور. فينيسيوس جونيور لاعب موهوب، لاعب سريع، لاعب مهاري، بيعمل كل حاجه في الكوره الا انه بيفنش. الراجل فيه حاجات كده بيعملها في الكوره ما يعملهاش لاعب مبتدئ. بيقدر يمر، بيقدر يتحرك بدون كوره، بيتحرك بكوره، يقدر يعدي واحد على واحد، بيوصل لمنطقه الجزاء يشوف الجون فاضي بيركبه مليون عفريت فبيطير الكوره بره. ونفس الوضع على كريم بنزيما رغم انه هداف الفريق، لكن في بعض الفترات بنزيما بيبقى راكبه نفس الوضع ونفس الحاله. ما يختلفش عنهم اسينسيو، وبالتالي وسط ملعب ريال مدريد هيبقى مطالب اكتر ان هو يروح ويزيد على جون تشيلسي بتسديداته وليس بالزياده العدديه، لان زيدان فاهم انه لازم يامن دفاعيا ويكون حريص لابعد حد. ثالث حاجه هي العمق الدفاعي اللي كان بيعمله راموس. العمق الدفاعي دوت هيعوضوا ان ناتشو مش هيتقدم هجوميا، ان فاران هيبقى مطالب بادوار دفاعيا، ان ميليتاو في الاساس مدافع جيد، مدافع كلاسيكي، الراجل ما عندوش فكره ان انا هروح واعدي وامر وافوت، انا ثابت مسمار في خط الظهر. وبالتالي النقطه ديت اعتقد ان هي هتتمحي بتواجد الثلاثي دوت بالتحديد. طب الايجابيات، الايجابيات اتكلمنا عليها خلال الكلام عن ريال مدريد بالمختصر المفيد، وسط ملعب ريال مدريد القوي وخبرات لاعبيه في وسط الملعب والثلث الهجومي، واقصد من هنا مودريتش، كاسيميرو، كروس، ومعاهم بنزيما. التعامل والتنظيم التكتيكي كلمنا ان زيدان واحد من اقوى المدربين المنظمين تكتيكيا، الراجل هيقدر يقرا الماتش باول 15 دقيقه او حتى من قبل ما يبتدي. اتوقع ان زيدان عنده من النهارده من يوم الاثنين هو عنده الفكر الكامل هيبدا ويقسم اللقاء ازاي. زيدان قادر ان هو يحجم من خطورة تشيلسي، قادر ان هو يضرب تشيلسي في مفاتيح لعبه. النقطة الأخيرة وهي المرتدات، في حالة ان تشيلسي امتلك الكورة وبدأ يلعب على الاستحواذ ويلعب بالضغط العالي وساب المساحات وراه، فأكيد هيتضرب واحدة من مرتدات ريال مدريد من خلال تاني كارفاخال وتقدماته، من خلال نص ملعبه، من خلال فينيسيوس وبنزيما بالتحديد. وبالتالي تحس ان الكفتين متوازنين. طب مفاتيح لعب هنا ومفاتيح لعب هنا. مفاتيح لعب تشيلسي متمثله في واحد مهم جدا هو ميزون ماونت الاول، زي ما قلنا ليه جورجينيو وحكيم زياش، والراجل اللي هيحط الكريزه على التورته ولو ما كانش في يومه فهيبقى خطا كبير ان انت تبدا بيه، وهو تيمو فيرنر. على الناحيه العكسيه زين الدين زيدان مفاتيح لعبه هيبقى ثلاثي، ثلاثي وسط ملعب ريال مدريد كاسيميرو، توني كروس، ومودريتش. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وما تنسوش تكتبوا لنا رايكم في الكومنتات وتوقعاتكم مين هيفوز في لقاء الذهاب ما بين ريال مدريد وتشيلسي، او اللقاء ممكن ينتهي تعادل. انا اتوقع ان اللقاء هينتهي بالتعادل. سلام.